في حديث خاص لقناة عدن الفضائية حول اشتعال نيران في أحد خزانات مصافي عدن، أكدت مديرة شركة النفط اليمنية انتصار العراشة بأن الدفاع المدني سيطر على الحريق في وقته، وسارعت الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات الحريق. طبعا هو الموضوع بالأساس هو نشب حريق في إحدى خزاناتها فقط، وهو الخزان الذي يحتوي على الشوائب، الذي يجمع هو عبارة عن خزان تصريف تتجمع فيه مجموعة من المواد التي خاصة بالمشتقات النفطية. السبب الحريق طبعا لم يعرف، لأنه كان في فترة المساء. وفي ذيك اللحظة تنقلت عدة الأخبار وتضاربت الأخبار من كل الاتجاهات، ولكن في ذيك اللحظة سمع انفجار ومن ثم نشب الحريق. فمدى ترابط هذا الانفجار مع الحريق إلى الآن يعني لابد أن ندخل في نتحقق من الموضوع ولا نتسرع. فإلى الآن يعني لا زالت عدو يعني يبحثوا حول هل أنه هناك ارتباط ما بين الانفجار الذي حدث وأسباب الحريق نفسه، أم هناك أسباب أخرى. قيادة الأمن في عدن وجهت بتحرك الدفاع المدني، وفيما بعد مباشرة بعد حاصرة الحريق تم تشكيل لجنة بتقصي الحقيقة ومعرفة أسباب الحريق، ولكن لازالت هناك اللجنة تعمل ولم تظهر أي أسباب. سوى ما طبعا أعتقد أنه في آخر المساء ظهر في تصريح للأخ مدير التنفيذي لشركة مصافي عدن حول الموضوع نفسه، وأكد على موضوع أنه هناك في لجنة تحقيق تعمل في لكشف طبيعة أو أسباب الحريق هذا. في نفس الوقت طبعا مصافي عدن كونها مؤسسة أو شركة عريقة وقوية ولها تاريخها ونشاطها في المجال النفطي، هناك في منظومة حريق وسيارات إطفاء طبعا تسارعت في تلك اللحظة. حاصروا عملية الحريق بالإضافة إلى الدفاع المدني الذي تحرك سريع بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية والقيادة السياسية. حاصروا الحريق في الخزان، حاولوا رش الخزانات الأخرى حتى تكون تبرد، يعني ما تكونش تأخذش من الحرارة الذي نشبت في هذا الخزان. طبعا هذه عمليات يعني تتبعها المصافي والمؤسسات النفطية في أثناء مواجهة أي كارثة في مثل هذا الوقت. هو الحريق انحصر، حصر في ذيك اللحظة في إطار ساعة ونص، حصر في الخزان نفسه، لم يستمر إلى أي اتجاه ولم تكن هناك أضرار أخرى غير أنه ما هو في حادث في هذا الخزان.